نمت وصحيت لقيت خبر وترند عالمي بيقول الحق يا جو في انقلاب. انقلاب ده انتوا قدام قوي. قال له لا ده في النيجر. ايه في النيجر؟ دي جديده قوي يا جماعه. قلت لا لازم افهم ايه الحكايه بقى. قلت عشان افهم الحكايه لازم احط نفسي مكان مواطن من النيجر. حطيت نفسي مكان مواطن من النيجر، قلت اشوف كده ايه اللي بيحصل هناك. اكتشفت ان عشان تفهم اللي بيحصل هناك لازم ما تكونش مواطن من النيجر. ليه؟ لان الموضوع المره دي غريب جدا، العالم كله مهتم بالموضوع وبيستنكر انقلاب في افريقيا. وفين؟ في بلد بيحصل فيها انقلابات قبل الاكل وبعد الاكل. ايه يا جدعان؟ مش فرنسا هي يعني؟ في اللحظه دي لقيت واحد صاحبي من فرنسا بعت لي صوره كرواسو على الواتساب. يا عم انا بدور على اسباب الانقلاب مش اسباب السمنه. قال لي انت عايز تفهم اللي بيحصل في النيجر؟ النيجر دي بقى زي الكرواسون ده بالظبط، وفرنسا هي اللي مخمراها وعجناها على ايديها. قلت له لا، طب ومين اللي هياكلها؟ قال لي نفس اللي بياكل مناجم اليورانيوم. بجد؟ هو اليورانيوم بيتاكل؟ لقيته عم عامل لي بلوك من غير ما يفهمني. لا قلت لازم افهم، خدت الكرواسوهيه ديت وطلعت على مدرس التاريخ اللي عندنا في البلد، لازم اعرف الكرواسوهيه ديت محشيه ولا ساده؟ قال لي اسمع يا يوسف، اقعد يا ابني خليني اشرح لك القصه من البدايه. اول كان يا مكان في قديم. لا لا ايه ده يا جدعان؟ هو مش ده الفلاح الكلح اللي خلاه مدرس تاريخ؟ ايه جريال، طالما لبست اللبس ده اهو يبقى انا بتاع كله. ركز معايا يا اخويا، ركز يا اخويا، انت كمان يا اخويا معايا، انت يا اخويا ركزوا معايا عشان تعرفوا ايه اللي حصل في النيجر. اديكم القصه من الاول. كان يا مكان في قديم الزمان كان في قاره عجوزه اسمها اوروبا. عاشت اوروبا حياه بسيطه ومتواضعه، يزرعوا ويطحنوا ويخبزوا زي العبد لله. مرور العصور القديمة والعصور الوسطى والعصور الحديثة اكتشفت أوروبا إن الكرواسوهاية اللي في إيدك ديت ما بتأكلش عيش. عارف ليه؟ عشان هي شبه العيش. إيه ده في إيه يا عم أنت؟ أنت مدرس تاريخ ولا رامي رضوان؟ ولا التاريخ هو اللي يا تركز معايا يا لا ما تخلينيش أتنرفز عليك، ما تقطعنيش. المهم الدول الأوروبية ديت ابتدت تخاف على الأكل عيش وتستعمر الدول الأفريقية وتاكل مواردها. بتاخد كل حاجه من افريقيا، بس لو افريقيا حاول يهرب لاوروبا ايه ده؟ اف ايه ده؟ ايه الاصيان الاسمر ده؟ لا احنا ناخد معادن موارد لكن مش لدرجه بني ادمين. وبدل ما تستقبل اللاجئين اللي شردتهم بقت تعطف عليهم بصدقات ومساعدات سنويه، ومقابل ده استولوا على كل ثروات افريقيا، وبقت القاره العجوز ماشيه تشخل كده بالغوايش، محدش يقول لها من اين لك هذا؟ مع ان دول اوروبا بتصدر للعالم الاتيكيت وطريقه الاكل بالشوكة والسكينه، لكن تيجي يا اخويا كده على موارد افريقيا تشمر ايديها وتدوس ولا كانه ذكر بط. قوم يا اخويا بقى نادي على الالماني وابن اخوه الانجليزي والشباب البرتغالي، لما دي لما استعمار. ايوه دي كانت امنيتهم المفضله. استمر الوضع ده لعشرات السنين. فرنسا بتاخد كل الموارد اللي ترم العظم ببلاش وتبيع العظم الباقي بفلوس. طب معلش يعني يا عم الحاج المدرس انت ده ايه علاقته بقى باللي بيحصل في النيجر؟ يا تصبر يالا، يا تصبر يالا، وافهمك كل حاجه يالا. ما هي النيجر دي ايه؟ ما هي دوله افريقيه مليانه ذهب ونفط وعندهم رابع اكبر احتياطي من اليورانيوم. طبعا وانت مغمض عينك كده يالا ده يوسف يالا عرفت النيجر ديت حال شعبها عامل ازاي؟ لا دي معروفة يعني، دولة أفريقية غنية بالموارد يبقى شعبها كله فقر وبطالة وانعدام للبنية التحتية. اتفضل كمل. الله ينور عليك يا أخوي، بدأت تفهم أهو. وده عشان فرنسا تلت وارداتها من اليورانيوم بتاخده من النيجر وبتستعمله في حاجات أهمها إنتاج الكهرباء والعيش البتاو، والباقي بتصدره كمان. شايف ياد برج باريس اللي هناك اللي منور ده اهو؟ اهو اللي انت اتصورت جنبه ده اهو من عرق جبين اليورانيوم والموارد اللي جايه من النيجر واليورانيوم اللي فيه. يا عم انت كده بتحرجني، اصل انا عندي كده سؤال لولبي، طب ليه فرنسا تاخد اليورانيوم من النيجر ويتحملوا مصاريف استخراج ونقل؟ ده عندهم اكتر من 200 منجم يورانيوم على ارضهم، هو حب استعمار وخلاص؟ اليورانيوم يعني بتاع النيجر مسكر وبنشطر اسرع؟ ما تقول لي يا ابو التاريخ. هاني حابب طيبة قلبك في تحليل الاحداث ده ايه؟ ياد ما تنساش ان هم بياخدوا اليورانيوم من النيجر بعشر قيمته. بتعمل ايه يا ايسر؟ سيب الجاموسه العشر في حالها، سيب الجاموسه دي طور يا ايسر. يا اخويا بياخدوا اليورانيوم من النيجر بعشر قيمته وبيشغلوا عمال افارقه كمان بالصخره، يعني تكلفه انتاج صفريه ومكاسب بالمليارات، في حين ان انت لو عايز تفتح منجم في فرنسا هتدفع بقى رواتب عمال فرنسيين وتامينات وايش كوفي بريك وايش لانش بريك، ما انت عارف العيال الفرنسويين. بصراحه منطق، اصل معلش يعني تخيل كده عمال فرنسيين بيحفروا منجم وشافوا تعبان او حيه هيطلعوا يجروا، ناس رقيقه، انما لو عمال افارقه دول يابا يمسكوا كده يسلخوه ويحشوه بالكرواسوهيه وياكلوها بالليل. يعجبني فيك ان انت بدات تفهم يا يالا، ده غير بقى المظاهرات اللي هتطلع ضدك علشان قال ايه مشروعك بيلوث البيئه. خلاص تعالى شوف الجله اللي ماليه البلد عندنا، وهتضطر برضه في الاخر ان انت تسد مناجم اليورانيوم هناك. ناس عندها منظمات تحمي القشره الارضيه، لكن في افريقيا الارض جالها قشره من كتر الحفر على الناشف. لا طب ما فرنسا عارفه ان فتح المناجم بيضر بصحه المواطنين، ليه ما قفلتهمش في النيجر؟ لا يا اخويا الكلام ده تقوله في فرنسا، اما في النيجر بيعتبروا ان المواطنين هم اللي بيضروا المناجم،
بعدين يا اخويا ما هم الرجاله العره كده دايما يفتحوا مواضيع ويسيبوها مفتوحه، حتى باب الثلاجه بيسيبوه مفتوح بعد ما يخلصوا. تيجي تقول لي عايز الفرنسيين يقفلوا مناجم يورانيوم بعد ما يفتحوها ايه؟ معروفه يا اخويا السبوبه بتتساب مفتوحه، ومصلحه النيجر اخر حاجه يفكروا بيها. ده كل ما حد كده من النيجر يبدا يفكر في مصلحه بلده يقول لي فرنسا كفايه كده بقى، فرنسا بقى فرقنا بقى يا جدع بقى فرنسا بقى. تاني يوم بالصدفه البحته كده اهو يحصل على انقلاب ويجي غيره يكمل مسيره نهب الشعوب. ايوه انا كده بدات افهم ابو التاريخ. ايوه انا فهمت كل حاجه، بس برضو مش فاهم ليه العالم بيستنكر الانقلاب الاخير اللي في النيجر. مش اكيد فرنسا برضو اللي عملته عشان تجيب وش جديد يقضي لها مصالحها؟ العالم متضايق ليه؟ ولا افتكروا بقى حقوق الانسان دلوقتي وعايزين فرنسا تمشي فعلا؟ والله انت عيل غلبان يا اخويا. الاستنكار ده هو مش عشان الانسانيه ولا حاجه لا قدر الله، ده عشان الانقلاب اللي في النيجر بيضر بالمصالح الفرنسيه. اصل الفتره اللي فاتت يعني بعيد عن السامعين حصلت كده موجه انقلابات في افريقيا اضرت كلها بالمصالح الفرنسيه والاوروبيه، زي انقلاب بوركينا فاسو ومالي وغينيا. فرنسا شايفاها انقلابات نوتي عشان مدعومه من الدب الروسي اللي جاي جديد على المنطقه وعمال يدب فيها، وعايزه تبين يعني لروسيا ان هي قديمه في المنطقه ولا نفوذ. لو انتوا يا روسيا لما انتوا كنتوا راجعين كنا احنا رايحين. عارف قد يا جو عامله زي ايه؟ عامله كده زي لما حد يستنكر عليك صوتك العالي عشان بتدوش الحرامي اللي نايم عندك في البيت، فاهم ولا لا؟ ايوه انا فهمت انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان فرنسا وروسيا بيتخانقوا على النيجر والكسبان على الارض. طب والاتحاد الافريقي بيعمل ايه؟ بيحكم الماتش؟ فكرتني يا ابو التاريخ بخناقه امريكا وايران لما كانوا بيلعبوا على ارض العراق برضه وخلص تعادل بس العراق اتدمرت. اللي اقول لي المسؤولين في النيجر بيقروا تاريخ وبيشجعوا بلدهم ولا محنكين وبيشجعوا روسيا؟ بص انا عايز اقول لك حاجه، هو اللي عايزاه بصراحه روسيا في افريقيا بتاخده، واللي عايزاه اوروبا في افريقيا برضه بتاخده، اما بقى اللي عايزينه الافارقه في افريقيا روسيا واوروبا بياخدوه. اصل هنا كله بيقول حاضر. ايه ده مش فاهم حاجه، واحده واحده وبالراحه عليا عشان افهم. تفهم ايه؟ تفهم اذا كنت تاني مش فاهم، انت لسه هتفهم. ده اللي من سنك عندنا في افريقيا بيعمل انقلاب. شايف يد الواد اللي في الصوره ده اهو؟ شايف ولا مش شايف؟ اهو ده مواليد 1988، يعني من سنك يالا، ومن سنه هو اللي عمل انقلاب في بوركينا فاسو، وده اصغر ضابط في المنطقه يعمل انقلاب. اهو ده تقريبا انقلب على المفاهيم مش بس على الحكم، وبقى انقلاب قد الدنيا، وتصور مع بوتين. احسن منك في ايه يا تالت؟ ما تقول لي احسن منك في ايه يا تالت؟ لا يا عم شغل المقارنه بابن خالتي ده محسسني يعني ان اللي هو عمله حاجه حلوه، ده باين من الانقلاب يعني ان رحت وحشه خالص. يا اخي حلوه ولا وحشه؟ خليك انت كده واعد لي في مين دي وعلونا بتوعك واللي زيك بيحكموا بلاد. ده بعد ما ريحه انقلاب بوركينا فاسو فاحت وطردوا القوات الفرنسيه من عندهم، النيجر ما كدبوش خبر واقتحموا السفاره الفرنسيه ورفعوا مكانه علم روسيا. لو كان استقلال بجد كان رفعوا علم بلدهم، لكن هم بس منعوا صادرات اليورانيوم لفرنسا وقالوا لهم يتنقبوا في ارضكم على اليورانيوم يتشغلوا المحطات النوويه بذات الاليه. مش بعيد الفتره الجايه نلاقي الحكومه الفرنسيه منزلين جدول تخفيف احمال بسبب قله انتاج اليورانيوم عندهم، ونلاقي بقى مظاهرات في فرنسا نازله تنادي يسقط حكم النيجر، عيش حريه، ثروه معدنيه، وثوار استعمار، هنكمل المشوار. لا اخس عليكم يا نيجر بصراحه، نسيتوا العيش والقمح والمساعدات الطبيه؟ طب بلاش يورانيوم، فرنسا هتجيب مواهب تلعب باسمها كوره منين غير من افريقيا؟ يرضوكوا تلعب بجريزمان وجيرو؟ ده هيبقى منتخب ديوك حرفيا. بس انا بعد ما سمعت الاجوبه دي كلها فهمت كام حاجه مهمه، ان الكراسو شكله حلو بس مضر بالصحه، وان اللغه الفرنسيه صحيح تصنف من اللغات الرومانسيه بس لما بتيجي بتجيب معاها اعمال مش رومانسيه خالص، وانت كشاب حتى لو كان عمرك 35 سنه زي الواد ده ممكن جدا تحكم بلد بس بشرط صاحب بوتين. واخيرا في افريقيا كل حاجه مهمه للعالم ما عدا الافارقه.